انسجاماً مع مبادئ سياستنا الخارجية، فإن الجزائر وهي تشارك في هذا اللقاء الحدث تود تحقيق 3 أهداف: أولاً، تفعيل القرارات الأممية في وقف إطلاق النار واعتماد طرق وآليات للوقف الفوري لإطلاق النار، وترحب بالقرار 2735 الذي يجب أن يطبق فوراً حتى تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل. ثانياً، ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين وضمان حمايتها مع إعطاء صيغة تنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2728. ثالثاً، ضرورة تفعيل المسار الرامي إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.